لا اوعى بالله عليك، بص تربو معاه درع، انت لو ضربت منبه دلوقتي تربو حيبقى لو احمد تي عايز يلبسك نيتر بعد البوس الازرق، خلينا نشوف كده هيلبسك يلبسك والله عاش يا احمد. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ فيديو رانك جديد، واول طريق معانا طريق مجاري، وجبت كراش راكب الرنه. اها 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 يا الله بينا. معايا ثلاثة انتوا تعرفوهم، ابراهيم واحمد ولا وعبود. ازيك يا ابراهيم عامل ايه؟ احنا اصحاب ابراهيم صح؟ وي شكرا. لا خليني من هنا. ضيعت كل حاجة. يلا يلا. كويس. لازم اتخلص من اللي ورايا ده اسرع وقت. ازيك يا ابراهيم؟ الله عليه. احمد تي ترابت تي. يا سلام. ايوه يا سلام. يلا 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 يا سلام. خد ابراهيم. لا ايه لا الصراخ اكيد مش هتنط وتقفز ورايا كده. يا سلام. ابعد ابعد ابعد. يا ريتني ضربتك، انا غلطان اللي انا سبتك يا اخي. ايه ده؟ الدرع عمل اكني ايه ده؟ ده ام ابراهيم ايه؟ سبحان الله. ايه ده ما جبناش حقيقي. هتلف لفه ثانيه الكهرباء يا ابراهيم. اوعى الحمد لله ما جابتنيش، جابت اللي في الاول. معلش اجري يا مجدي. حلو 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 حلو. وي اجري. الاول يا ولد، شفت الحظ بقى بيفرق ازاي؟ الحمد لله. يعني مش حظي حلو في الاسلحه، لا ده حظهم في الاسلحه حلو فخدمني يعني. يا سلام. يلا بينا. ماشي يلا بينا نلحقهم بسرعة بسرعة. يا سلام. انا الثامن صحيح. يلا 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 يلا. ايوه كده ابعد. حرام يعني انا عشان ما البسش في الزجاجه فعديت من ناحيه النار سنه على اساس البوردو جاي هيكمل معايا نص ثانيه. نص ثانيه ما كملهاش. خساره خساره. كانت فرقت كنت زماني دلوقتي التاني ولا التالت ولا ماشي. لسه 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 بس الطريق ده اخطف واجري للاسف.
يا تلحق يا ما تلحقش، الولد اللي جاي يجري ورايا ده انا مش مطمن له. يلا يا سلام، يلا لا خد يا احمد. ماشي حلوة كروش، حلوة كروش. لسه ورايا جاله درع. ماشي في زوجة جتاي لسه مع الدرع الأول. اتضرب إبراهيم، اتضرب كتير أوي. ماشي يا إبراهيم ليه كده؟ تصدق زعلتني. هي تعالى، الحمد لله بقى التالت ان شاء الله، بقى التالت. تعالى عشان ايه؟ عشان ابراهيم حرام. معلش بس ابراهيم مش هلحقه كده كده. حلو، اول ثلاثة، اول ثلاثة حلو جدا. المصانع الحرارية، يلا استنى يا بياع، يلا بينا. مشكلة لما تسجل الساعة 2:30 كده الصبح. طبعا ايه ده؟ لا 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 والله فعلت بردوجة. هيروح الصندوق مش هيروح ليه؟ جليتش. طب زجاجة حمراء بقى، لازم زجاجة حمراء. مش مينفعش اشغل البردوجة ولا اعمل اي حاجة، ده كانت بداية جميلة والله، ودايس تفعيل مع الحاجات. ولو وقعت نفسي مش هيحصل حاجة، لازم زجاجة حمراء بقى، افضل كده لغاية ما الاقي زجاجة حمراء. لا اله الا الله، وانا جليتش الصندوق ده ورايا ورايا. انا عملت ايه في حياتي عشان كل شويه يجي لي جليتش الصندوق ده؟ زجاجه حمراء، تخيل واحد يفرح ان يلاقي زجاجه حمراء. لا تستغرب انه مستر تيربو. ايوه كده، ايوه كده، العوض بقى ان شاء الله هيجي. استنى اها يلا يلا ضيعنا لفتين، ضيعنا لفتين مش بمزاج، الصندوق ضيع لنا لفتين. خلاص بقى، خلاص بقى احترموا نفسكم بقى. ايه ايه ايوه 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 احترموا نفسكم بقى. ازيك يا عبود؟ ازيك يا احمد؟ يلا 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 يلا. معدت المرة اللي فاتت كان معايا بردوجة برضه. ماشي يا كراش، حلو يا كراش، ايتماتك برضه ممتاز رغم السرعة دي. اي خدمة عبود؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ده انا بخدمك يا اخي. يا تير اجزاء، شكرا يا تيربو يا حبيبي. بص انا حضرب الكهرباء بقى. لا والله بالغلط، معلش معلش يا تيربو، انا كنت عايز اضربها كده من غير جوس عشان ما تجيبكش، بس للاسف جابتك. بس برضه انا عايز المركز يعني، معلش. لا حرام، الطريق ده ضاع مني ظلم، ظلم والله. حرام 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 ما جابش السادس حتى. يا الله بينا، بدل ما يجيلي جليتش البتاع تاني.
الواد الاول استنى. خد الف. اولولو في زجاجة وراه. كويس. انت الاول لازم اطلع عينك معلش. كويس. معلش ازيك يا ابراهيم. يا سلام لبس هو الزجاجه. معلش معلش يا ابراهيم لازم تاخد بالك يا ابراهيم. في احتراف في اخذ الزجاجة. احمد قدامي. اوعى. باونسير ده بقى برضو مش عارف ايه اسمه ايه. باونس مش عارف ايه. ايوه حد اتضرب مش عارف. لابس زجاجة حمراء اللي كانت هنا. عبود عبود عبود. عايز ابقى التالت حتى. انا ببقى حلو يعني ببقى مبسوط لو انا في اول تلاتة. حلو حلو. هو بيحاول يخليني ابقى التالت. برافو عليه. معاك ايه قنابل؟ ترمي قنبلة وارميك صاروخ؟ امشي ناحية الشمال بقى عشان اجيبك. يلا اللفة الأخيرة اللفة الأخيرة بتعيش يا سميرة. ده مع درع عبود. حرام عليك يا عبود والله. معلش تيربو والله معلش. أنا عايز المركز والله. حرام عليكم يا جدعان مش فاخر فسوه كده. ده معاه بردوجه كمان يا جدعان. بقى يا جدعان حرام حرام عليك يا عبود ضيعت كل حاجه والله. يلا يا عم. شوف المختبرات بقى. يلا بينا. انت باصص للصندوق بتاعي انا عارف. بص يا عم. لا استغفر الله العظيم يا رب. اه هنا بقى كويس اتعلمت حاجه. ان انا لما اقرب منهم كده وهم هنط من فوقي اه يبقى ايه اسيب الاكس فما اطبقهمش فموتش ما اقعش الوقعه اللي انا وقعتها. حلو حلو ماشي اديني بستفاد بتعلم. خد الولد ده اللي كان في الاول بعد كده خليته المركز الثاني انا بعد ما ضربته. ده جاله بردوجه يا عم. انا اسف يا كابتن. حلو. حلو. اه صاروخ ولا حاجة ولا قنبلة يضربني تاني. فعل البردوجة اللي هو مش مشحون ده للأسف. نفسي يكون مشحون يبقى أفضل يعني بس ماشي. قدامي عبود.
لا لا اوه اوه بالله عليك ابوس ايدك دقيقة بس دقيقة بس استناني يا احمد تي بالله عليك يا حبيبي لا يا تربو يا ابن الاخر شال الصندوق من قدام بص تربو معاه درع انت لو ضربت منبه دلوقتي تربو هيبقى الاول خلاص يا بابا انا كنت ممكن اسيبك واخليك والله اعديك عادي بس انت اللي بدأت بقى انت اللي جنيت على شرك وانت اللي جنيت على نفسك ايه جنيت على شرك دي ما علينا انت التالت وانا بقى التاني الرابع وراك وافضل ماشي كده لغايه ما واحد يجي له ثلاث قنابل واتضرب صح وهيجي لي صاروخ دلوقتي لا زجاجه المره دي ماشي الولا طاير وراي طاير وراي لبس الزجاجه ولا ايه اللي حصل يا رب يكون لبس الزجاجه هو اتاخر جامد الحمد لله يبقى لبس الزجاجه وده فقد سرعته ولبس زجاجه وسع 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 في حاجه هنا هلبس انا زجاجه طيب ولا اللي هيحصل كويس كده الاول وال لا انا بقيت احس ان انا عايز اروح للزجاجه مش 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 رد عايز له قنبله عايز له قنبله عايز له قنبله اوعى لا مش قبل السرعه قبل السرعه قبل السرعه الحمد لله يا كل هو ماشي بسرعه تربو ازرق اسرع مني اسرع مني حرام حرام وحرام اللي بيحصل ده حرام الكهرباء يعني افضل اتعطل ده كله بسبب صندوق اهبل ماشي يا عم ماشي اخر نفسه عشان ما اضربوش شفت خليته التامن اهو يا جدعان بضرب الولد اللي في الاول اهو والايتمز معايا ماشيه كويسه صراحه يعني بس مفيش حظ بقى الحمد لله ده ايه يا جدعان كميه الكهرباء اللي بتجيلكوا دي والله ما شاء الله يعني برضه مش هتسابقني تعالى لا لا بسرعة هبقى السابع يلا بينا يا خوفي من برج الزمن برضو جراء واحد اثنين ثلاثة انت تاني تعال انت طيب خد انت برضو مش مشحونة للأسف يا إلهي يا جدعان حرام عليك يا ابني قتلتني قتلتني حرام عليك يا إبراهيم هو أكيد إبراهيم اللي بيجيله الكهرباء دي يا جدعان الكهرباء دي حرام والله المفروض تتلغى من اللعبة والله العظيم يلا يا ابني أنا وأنت مصيرنا واحد بقى شمن بوديجارد جاي فين؟ طب وايه طيب؟ فين الاسلحه؟ باقي الاسلحه فين يا كراش؟ انا بعدت خالص رايح ناحيه الشمال بس ما لحقتش يعني ماشي الانجن راح علق في الهواء في جليتش مخفي في علينا يعني مش فارقه كتير مش فرقة كتير مش فرقة كتير كنا زمان كنا كتير جيب لي انجن شلني يلا خد ابراهيم اديهم طب منبه ولا كهرباء ولا لازم انا ابقى قدامك
اهو بعيد خالص اهو. كم انا اكره هذا الطريق. عبود احمد وابراهيم وعبود وتيربو اربعه مع بعض زي الفل وراه. يا عم اخلص يا عم. خلاص خلاص انا كده مركز رابع او خامس او سادس في النقاط. اول ثلاثة دول انساهم يا معلم، انساهم يا معلم. بعد ما كنت الاول خلاص كل شيء راح مننا راح. طيب نسيت احول الشاشة. امشي امشي كده بالبركة. ايوه ايه ده؟ ده كلهم مستنيني ولا ايه؟ في ايه اللي حصل؟ اتضرب في حته صعبه بشكل غير طبيعي، كل مره عند التربو الازرق تعدي التربو الازرق تتضرب. تفضل بقى اللفه كلها ماشي بدون تربو ازرق، ضاع عليك الطريق كده، شكرا. حرام. يا اخي في نسبة حظ في اللعبة دي مش جاية لي خالص. جات لي في الأول كنت فرحان. ازيك يا عبود؟ ازيك يا اكينو؟ ازيك يا يلا؟ ازيك يا عبود؟ معلش. لا يا تربو، لا يا عم يا عم في ايه يا عم؟ ارحمني بقى. هو انا التالت؟ ماشي درع بسرعة ده مهم جدا في التفاح. حلو قوي حلو قوي. كهربا كهربا دي ما جابتنيش. لا تخيل لو كان جابتني كنت هعيط والله. اللي انا معايا درع ومش مفعله. انا بشوف الكهربا فين على الخريطه اصلا. لا اله الا الله. ماشي ماشي ماشي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. في امل في قفل ان الفرح مفص. خد يلا الولد ده فقد سرعته. هياخد التربو الازرق البطيء وبعد كده يعني هقرب منه شوية لكن مش هوصل له كالعادة. برضه بفضل ماشي وراه. لا مش ده تاني، كان بوانسنج. بوانسنج فين؟ الأول الأول يا ابن اللعيبة. طيب يبقى خليني ورا ده. ماشي قربت منه سنة صغنططة. منبه بقى دلوقتي. يا بعد التربو الأزرق كده هم يتضربوا وأنا أوصل لهم بقى وأضربهم بقى وبتاع. يا سلام. طبعا دي أحلام العصر ما بتحصلش او ما بتحصلش معايا انا يعني. خد يا واد معاه درع كمان. اه خلاص جميل. حد قريب مني؟ في واحد بيحاول يقرب مني وشكله الولد ده. اه اكينو ده سريع جدا، ده اسرع مني. ماشي في كهربا جايه. ايوه شد حيلك بسرعه 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 بالمولات ده يوصل لي بالله عليك. ايوه هتجيبه هتجيبه هو رايح. هتجيبه هتجيبه. ما جابتهوش. يا خساره ده ما جابتش اللي قدامي برضه معاه درع ولا كان معاه درعين. طيب ماشي خد. معايا سرعات يا سيدي. أيوة 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 أيوة. أنا موافق على التالت أنا موافق على التالت. تعملش أي حاجة. يا سلام. وده معاه درع اللي ورايا برضو. كويس
كده اللي قدامي واللي ورايا معاهم دروع وانا معايا دروع. يا سلام كده نضمن بقى المركز الثالث كده اول ثلاثة ان شاء الله. مع ان اللي قدامي ده كان نفسي يكون متاخر خالص بس ماشي مفيش مشكله. هو واللي ورايا الصراحه برضو الاثنين دول برضو ايه في النقاط كده مزولني شويه. يعني البدايه كنت افضل حاجه في الطريق ده كنت بتابع بس عبود ونسيت اللي انا بلعب اساسا، ولكن الحمد لله ربنا نصرني. دريك وديجو ونامي ماشي. طيب انا كده 32 نقطه والخامس 32، الرابع والخامس متعادلين والتالت 35 نقطه، فانا لازم ابقى مش عارف. هنشوف حظي هيعمل ايه. يلا بينا. لا يا راجل سيبني افحت واشتف ماشي. طبعا انا اللي هيخسرني مين؟ احمد وعبود وابراهيم. انا مين اللي هيخسرني؟ هما الثلاثه حبايبي. فين التفاح اللي هنا؟ فين الصندوق اللي هنا؟ خدتش حاجه خالص من هنا. عايز اضرب ديجو ده. ايوه بس اخلع بقى. وسع يا احمد، وسع يا عم، وسع يا عم. ماشي معلش يا عبود لازم اضربك معلش. شكرا يا تيربو، شكرا يا باشا. دروع دروع يا كرشي. ايوه 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 يا كراش يا جامد. ابراهيم ورايا حلو جدا. الاتنين اللي في الاول دول لا ولا مش عارف. انا خايف يكون المركز الثالث واللي متعادل معاه هما الاثنين اللي قدامي. حزعل الاول وفرقت نقطه ونقطتين الصراحه. يا ابراهيم انت الرابع ليه يا ابراهيم؟ خليك الاخير عشان يجي لك كهرباء يا اخي. لا مفيش دراع ثاني؟ مفيش دراع غيره؟ لا بعت ما لبستهاش انا. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. انا برضه غلطان ما كانش لازم اتفزلك. عدي يا عم. يا عم احمد سيبني وعدي. يعني بنافس على الثالث والرابع والخامس، هجيب السادس انا كده. احمد تي عايز يلبسك نيترو بعد البوس الازرق، خلينا نشوف كده هيلبسك. لبسك والله يا شحت. ابراهيم طاير ورايا ولا عبود؟ عبود. اخلص يا عم. ماشي يا سيدي حلو. ها جليتش معفن والله يا عم. خلاص بقى غير السرعات، بقى غير السرعات عشان نوصل له. ايوه انا عايز لي بتاع ثلاث منبهات ولا حاجه. بعيد عن الزجاج، بعيد عن الزجاج. التفاح يا عم هيفضل يشلني بالبتاع. عبود اهو، فرحتي بيك يا عبود، فرحتي بيك يا عبود. يا عم ارحم امي بقى، ارحم امي هات سلاح عدل بقى.
اللفه الاخيره كروش، اللفه الاخيره كروش، اللفه الاخيره كروش. حرام عليك يا كروش. يا عم يا عمي، طب اجيب البوريني. طيب ام كروش، انا بطلت كروش يا جدعان، خلاص انا مش هلعب كروش تاني، انا مش هلعب كروش تاني. بص هو تقريبا بيجيله سرعات معايا عشان كده ما جالوش حاجه، الحمد لله. جليتش زجاجه حقير ضيع كل حاجه. Ha ha ha!